عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ورشة عمل تحت عنوان قراءة في المحور السياسي ببرنامج مرشحي رئاسة الجمهورية. شهدت ورشة العمل تفاعلا بين الحضور ومناقشات حول قضايا المحور السياسي، وهي الأمن القومي وقانون مباشرة الحقوق السياسية وحقوق الإنسان والمحليات والأحزاب السياسية وقضايا الشأن الخارجية. من جانبه، أكد النائب أحمد مقلد ممثل حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي أن المحور السياسي بالبرنامج الانتخابي ينبثق من الرؤية الوطنية لمصر 2030، فيما أكد حاتم رسلان مساعد رئيس حملة المرشح الرئاسي عبد السند يمامة أن تعزيز الديمقراطية ودمج الأحزاب في المشهد السياسي وتمكين الشباب أهم محاور المحور السياسي للحملة. وأكد شريف هلال عضو هيئة مكتب الحملة المركزية للمرشح حازم عمر أن رؤيته السياسية تتمحور حول قضايا الأمن القومي المصري، فيما أكد محمد أسامة ممثل حملة المرشح الرئاسي فريد زهران أن تشكيل حكومة سياسية واقتصادية على رأس الأولويات.